أعزائي المتابعين، أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى. معكم عماد، واليوم في فيديو جديد. في الفيديو بتاع النهاردة هنشوف إزاي نقدر نعمل تيرن أوف أو نعمل ديسيبل للويندوز أبديت في الويندوز 11. أول حاجة هنروح للإعدادات في السيتنجز، وهنتأكد إن الويندوز أبديت إن هي شغالة إز رانينج. نعمل التشيك فور أبديتس اكتر من مره، هو بنتاكد ان هو بيعمل checkings for updates. تمام، هو كده بيقول you are up to date. تعالوا نعمل disable للويندوز updates. هنيجي من عند علامه الويندوز، نعمل right click، نختار run، ومن run هنكتب زي ما حضراتكم شايفين، هنكتب services.msc، هنقول اوكي. هننزل تحت لحد ما نلاقي ويندوز ابديت، نعمل عليها دبل كليك. اول حاجة هنعمل ستوب ليها اذا كانت رانينج. بعد كده من الستارت اب تايب هنختار ديسيبل، بعد كده هنقول ابلاي، بعد كده هنخش على ريكفري. من الريكفري في الفيرست فيلير هنختار تيك نو اكشن، نقول ابلاي، نرجع للجنرال مره تاني ونقول اوكي. هنقفل السيرفيسز. هنروح نشوف لما نيجي نعمل تحديث مره اخرى من السيتنجز. لما نيجي نعمل التحديث كل مرة هيطلع ايرور، كل ما نيجي نعمل اعادة محاولة هيطلع هذا الايرور. طيب ازاي نرجعه يشتغل مرة اخرى؟ بنفس الخطوات، اكليك يمين على علامة الويندوز واختار run و services msc واقول اوكي. هنزل تحت الويندوز ابديت، هختار هنا مانيوال او الابلاي. في الريكفري اختار تري ستارت ذا سيرفيس تاني واحده واقول ابلاي واقول اوكي. لما اجي اقفل اروح للسيتنجز، لما اروح اعمل check for updates هلاقيها اشتغلت مرة تانية. وبكده في الفيديو بتاع النهاردة نكون عرفنا ازاي ان احنا نديسيبل او نينيبل الويندوز updates في الويندوز 11. شكرا لحضراتكم على حسن المتابعة. اذا عجب الفيديو حضراتكم برجاء الاشتراك في القناة وعمل لايك. شكرا مرة اخرى.